تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون تطرق من خلالها الى العلاقات الثنائية ومسائل ذات بعد جهوي ودولي وقد عبر السيد الرئيس خلال هذه المكالمة عن بالغ قلقه ازاء تطور الاوضاع في فلسطين المحتلة لا سيما في غزة كما تطرق الرئيسان الى الافاق الاقتصادية المشتركة التي تعود بالمافا على البلدين ولا سيما الفلاحة الطاقة والاتربة النادرة وصناعة السكك الحديدية وفي الاخير اتفق الرئيسان على زيارة الرسمية التي سيؤديها سيد رئيس الجمهورية إلى فرنسا والتي ستكون مع نهاية شهر سبتمبر أو بداية شهر أكتوبر على أن يحدد تاريخها الرسمي لاحقا